الفترة المسائية وشوطنا الخامس الخاص هنا بهذا الانطلاق. أيضا للثنايا بكار المحليات الأصايل من هجن أصحاب السمو والشوخ، والجولة الثانية في أمسية هذه الليلة هنا نتابعها بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والإثارة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول وبرا من تفتتح الصدارة هنا لهجن الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي من تأتينا على الصدارة، وعلى المركز الأول الشاهينية في المركز الثاني بهذا الانطلاق لسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم سيد بن أحمد بن غريدة في التضمير، وعلى المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيد بن مبارك بن غويس في التضمير، وتأتي سلهودة هنا بهذا الانطلاق أو مياسة من تتسلل على المركز الرابع سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في التضمير، وعلى المركز الخامس المنطلقة الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، وهنا تأتي المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي في التضمير، وهنا الوصول أيضا من هذا الانطلاقة والتحدي والإثارة. هنا تأتينا البويضة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي في التضمير بهذا الانطلاق الجميل. أما المركز الثامن فناخذ ثامن مراكزنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي زعفرانة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية في التضمير بهذا الانطلاق الجميل. بينما المركز التاسع هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، والمركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سالم بن نايع بن شاوي الغفلي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى وبرا المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجن الرئاسة بقيادة السيل بن حمد بن دري الفلاحي هي المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وتاتي الشاهينيه لسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعه المكتوم مع سيد بن احمد بن خريده في التضمير، ومن الجانب الاخر الشاهينيه الاخرى سمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيد بن مبارك بن غويث في التضمير، من تنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مياسه هنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي مضمر خمسة نجوم ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي. الوصول هنا من المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير، من ينطلق مع المسك بهذا الأداء الجميل. هناك تأتينا الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. المركز السابع تنطلق هناك البويضة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير بهذا الانطلاق المميز والجميل. هنا نتابع المركز الثامن بهذه الانطلاقات الجميلة. المركز الثامن والقادمة هنا زعفرانة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية
من تنطلق على المركز الثامن، بينما المركز التاسع، المركز التاسع وتاسع مراكزنا من تأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي هنا على تاسع المراكز الشاهينية. سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، سالم بن نايع بن شاوي الغفلي في التضمير وحملولة على المركز العاشر، سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذا الانطلاق الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة بعد أن غادرنا منتصف المسافة ولوحة الأربعة كيلومترات في هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا. والصدارة أرى بداية التغييرات تطرو وتجرو على الصدارة في هذا الانطلاق، أرى البويضة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، هذا الاسم التراثي الجميل لبويضة هنا من انطلقت على الصدارة، لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان الجنتلمان أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي في التضمير، بينما المركز الثاني وبرى على المركز الثاني هنا تنطلق لهجم الرئاسة مع السيل بن حمد بن دري الفلاحي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. الوصول هنا من مياسة على المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي، مضمر خمس نجوم من ينطلق بهذا التحدي والإثارة. هناك الوصول على المركز الثالث من قبل الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن مبارك بن غويث لكتبي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس والانطلاقات من الشاهينية، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد تنطلق إلى خامس المراكز هنا. الخطير يتواجد هذا الانطلاق. وعلى المركز السادس، المركز السادس تأتي المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير. هنا نتابع الشاهينية القادمة في هذه اللحظات هنا، وتنطلق بهذا التحدي والإثارة لسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة هنا أيضا سيف بن أحمد بن خريدة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي هنا بهذا الأداء الجميل على سابع المراكز، ثامن المراكز زعفرانة في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد من الغافرية من ينطلق بهذا التحدي. نبقى مع هذه هنا المجموعة المتواجدة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى وبرة من عادت إلى المقدمة، عادت إلى الصدارة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها يا من حافظ على وبرة، يا هي تشاهدونها على الصدارة وعلى المركز الأول، ضيقة الخاطر تسليها، ها هي على الصدارة على المقدمة، غيرت من سمعة الزقرة وازمت في الخالي يديها، ها هي تشاهدونها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا الصدارة وبرة لهجن الرئاسة
بقيادة المضمر هنا أيضا سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي، ولكن هناك البويضة 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 من الجانب الآخر هناك تنطلق بهذا التحدي والإثارة البويضة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير، ومياسة قادمة مياسة لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم المكتوم بقيادة هنا أيضا حمد بن علي لعويسي بهذا الانطلاق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد بن تهتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس المنطلقة هنا المسك لسمو الشيخ هنا أيضا خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا مع اقترابنا من الكيلومتر الأخير بهذه التحديات والإثارة. هنا الصدارة، الصدارة والمركز الأول، وأرى الزحف، أرى الزحف على الصدارة في هذه اللحظات. هنا الزحف مستمر، ولكن أرى البويضة من غيرت، البويضة من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير من تنطلق على المركز الأول والصدارة. شاهينية من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد من تنطلق من الجانب الآخر. المركز الثالث، المركز الثالث مياسة لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم المكتوم بقيادة هنا حمد بن علي العويسي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، ولكن البويضة، البويضة من انطلقت على الصدارة انطلقت على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة هنا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير من تنطلق بالصدارة وبالمركز الأول بهذا الأداء الجميل. تهانينا، تهانينا من هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، تهانينا للجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ولحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الثاني مياسة سمو الشيخ زايد بن المر بمكتوم المكتوم، المركز الثالث الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما المركز الرابع هنا وبرا لهجن الرئاسة. وفي المركز الخامس وصلت المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم. ونعود مع التوقيت الزمني مع أبو عدنان هنا ولحظة الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ها هي لحظة الوصول هنا أيضا للبويضة قاطع المسافة في ثلث التحدي دقيقة 11 ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية بهذا الانطلاق الجميل. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، تهانينا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما المركز الثاني في هذا الانطلاق كان من نصيبه هنا أيضا في هذا الانطلاق أثر التحدي دقيقة 11 ثانية ثمان أجزاء من الثانية توقيت مياسة لأيضا سمو الشيخ زايد بن المر مكتوم المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن علي العويسي، بينما المركز الثالث كان من نصيب الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. ثلاث التحدي دقيقة 16 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله مساء